قالت يا حبيبتك وين كنت والله خدني واقفه هنا قدام العالم وانت وين كنت وعفتني؟ انا ويا اصدقائي. زين بس ادري السؤال، انت ليش من اطلع وياك اربع ساعات خمس ساعات بس تشترين ملابس؟ ها عيني لعد شو تريد؟ غير اشوف السلعه تعجبني لو اجي واخذ اشتري وامشي، ادافع فلوس لو ما ادافع فلوس، غير اشتري الشيء اللي يعجبني انا؟ زين انا كم مره قلت لك لا تطلعين وياي، طلعي ويا والدك، زين انت تزوجيني طلعين روحك، لا تخليني اقعد بكوفي، لا تخليني اكل، لا تخليني اشرب، يعني بس افتر وياك تشتري ملابس. لحظه دقيقه عيني، شنو اطلع ويا والدتك؟ انا المن من زوجتك، انت محسوب علي رجال ولا شنو؟ يعني انا اطلع ويا والدتي وهاي وانت ليش ما تطلع وياي؟ يعني عندك الكوفي اهم شيء واصدقائك اهم شيء من زوجتك؟ ليش انت ما عندك صديقات؟ اي عندي صديقات بس انا ملبي احتياجاتك قبل اني اهتم بصديقاتي. زين، زين انا شنو ذنبي اظل افتر وراك ثلاث ساعات اربع ساعات والله على موت حذاء، جنطه، مكياج، ما اعرف شنو، هو الي مكياج لو اليك؟ لازم تتحمل، انت زوجي ولازم تتحملني، اذا انت ما تتحملني منو يتحملني ان شاء الله؟ وانا اظل طول عمري اتحملك. طبعا شيء اكيد. يعني روح لاهلك. العنود وكريم الغريب. مشهد جميل يتحدث عن المشاكل. يعني روح لاهلك وطلعك يا جماعه.